النادي الاهلي فوز الفريق على الاسماعيلي في المباراه السابقه في بطوله الدوري باداء جيد في بعض اوقات المباراه، والاهم دايما النتيجه، والنتيجه كانت الفوز بنتيجه 1-0 بهدف للنجم الكبير جدا وليد سليمان، احد اهم اللاعبين في تاريخ النادي الاهلي. مش هكون ببالغ لو بقول كده، لان وليد سليمان فعلا فعلا مؤثر على مدار فتره كبيره جدا من خلال تواجده داخل القلعه الحمراء. لعيب كبير، اداء كان جيد منه، وخصوصا ان هو لعيب وقت ما بينزل بتلاقيه فرق مع الفرقه، يعني تحس بوجوده. نزل ربع ساعه، نزل نص ساعه، هو طبعا يعني مستواه ما شاء الله لا قوه الا بالله، حتى في تقدم سنه مستواه جيد وماشي بشكل رائع مع الفريق. فهي دي قيمه اللاعب الكبير، هي دي قيمه لاعب النادي الاهلي، وهي رساله في الحياه لكل لاعبي النادي الاهلي ولكل لاعب يرغب في الانضمام للنادي الاهلي في فتره من الفترات. لازم تتحلى بروح وليد سليمان، روح احمد فتحي، روح حسام عاشور، اللعيبه الكبيره. مش عايز بس انسى اسماء، لان فعلا في الحقيقه احنا عندنا قائمه مميزه جدا من اللاعبين، وكلهم عندهم روح النادي الاهلي، واللي بتبان من خلال كل مباراه. مباراه الاسماعيلي كانت خطوه من ضمن الخطوات المميزه جدا والمهمه جدا في مشوار الفريق في بطوله الدوري خصوصا، وبنعيد وبنزيد. انت يعني المنافسين المفروض ان هم يكونوا منافسين ليك في بطوله الدوري بيتعثروا، مثلا بالتحديد يعني الزمالك، يعني من الاخر الزمالك فريق قوي جدا وفريق مميز ودايما هو المنافس مع النادي الاهلي في اي بطوله ما فيهاش نقاش. لكن في نفس الوقت هو بيفقد نقاط، اخرهم نقاط مباراه الامس، يعني كان عندهم مباراه امبارح وتعادلوا مع سموحه 0-0 في مباراه كانت قويه في الحقيقه. لكن في كل الاحوال انت بتستغل كل هذه التعثرات للمنافسين سواء الزمالك او بيراميدز، وايضا الاسماعيلي يعتبر من الفرق الكبيره الجماهيريه، انت بتتغلب على الاسماعيلي وبتعدي الاسماعيلي وماشي ما شاء الله لا قوه الا بالله، انتصارات متتاليه، 7 انتصارات متتاليه. فخطوه تلو الاخرى انت بتريح نفسك نسبيا من ضغط بطوله الدوري. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انت عندك بطوله دوري ابطال افريقيا، هي التحدي الاهم والمنتظر بالنسبه لكل جمهور النادي الاهلي، انت عايز بطوله دوري ابطال افريقيا. فانت لما تبتدي كده واحده واحده ان شاء الله تحسم بطوله الدوري، انا لسه مش بقول ان احنا حسمنا البطوله، طبعا طبعا لسه مشوار طويل، لكن الخطوات لوحدها بتديك اريحيه فيما هو قادم من تحديات ومباريات في البطوله دي بالتحديد اللي هي بطوله الدوري. لما تكسب كده والمنافسين بتوعك يتعثروا، فتيجي بقى تعمل روتيشن بشكل مريح شويه، تريح بعض العناصر اللي هي كانت عندها اجهاد مثلا ضغط مباريات. ليه؟ عشان التحدي الافريقي، وانت ماشي في الاثنين في وقت واحد، دوري ودوري ابطال افريقيا. فمهم قوي كل انتصار، كل 3 نقاط مهمه جدا في مشوار النادي الاهلي. انا بقول 3 نقاط مش نقطه، لان ده الهدف الاهم في اي مباراه للنادي الاهلي، ان انت تفوز في اي ماتش يعني. فما تكسب انت ماشي كده بشكل جيد. الاهم اللي جاي بقى بصراحه، ليه؟ لان الاتحاد السكندري هو الثاني. انت دلوقتي مش بتنافس الزمالك خلاص، انت يعني مش بقول ان الزمالك بعد عن المنافسه، طبعا كل التقدير والاحترام من الزمالك مش بعيد طبعا عن المنافسه، فرق 10 نقط اوكي، لكن حاليا في المرحله دي لا، مش الزمالك هو المنافس للنادي الاهلي. المنافس مين؟ اللي انت هتلعبه الماتش الجاي اللي هو الاتحاد السكندري، ماشيين بخطى رائعه في بطوله الدوري، والاتحاد واسكندريه واهل اسكندريه كلهم من الناس الجميله والمحترمه، انا عن نفسي بحب اسكندريه جدا، يعني الناس كتير جدا بيحبوا اسكندريه، والاتحاد وفريق جماهيري وفريق مميز، هو اللي بينافسك، عنده 20 نقطه انت 21 نقطه، ولا مباريات اكتر منك طبعا. لكن في نفس الوقت لما تتغلب باذن الله تعالى على الاتحاد فانت بتبعد خلاص، بتاخد الخطوات الواسعه في مشوارك في بطولة الدوري. هيبقى في حسم، الحسم لسه بدري، لكن في نفس الوقت انت خلاص كده ماشي بشكل مميز بالتحديد بعد ما تتخطى بإذن الله تعالى مباراة الاتحاد السكندري. إذن الاستعدادات ماشية بالشكل المميز والأنسب للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نحو الفوز على الاتحاد السكندري، هذا المنافس القوي والعنيد والمميز واللي عنده جهاز فني محترم بقيادة الكابتن الكبير كابتن طلعت يوسف، وعنده عناصر مميزة في خط الهجوم أبرزهم أحمد رفعت اللي عامل موسم ممتاز مع الاتحاد السكندري هذا الموسم، يعني راجل بيحرز أهداف وبيعمل أهداف كمان كصناعة وماشي بشكل جيد جدا. فبالتالي هنا الحذر، كل الحذر من هذه المواجهة، التركيز كل التركيز في اتجاه هذه المواجهة من قبل طبعا الجهاز الفني بقيادة مستر ريني فايلر واللاعبين، وإن شاء الله بإذن الله يكون الفريق موفق في حصد 3 نقاط أخرى في مشواره في بطولة الدوري. عجبني قوي مستر فايلر إن هو في تصريحاته بعد المؤتمر أو بعد المباراة في المؤتمر الصحفي مباراة الإسماعيلي، أنا ما بركزش في أرقام قياسية، أنا ماشي بكل مباراه على حده وانا مركز ان انا اكسب في كل مباراه. وفي الحقيقه هو عنده حق، يعني انت لما تحط قدامك كده هدف، هو هدف حلو بصراحه ان انت تحقق ارقام كويسه، ده شيء كويس، لكن حاول تحققها من غير ضغوط
وده اللي انا اعتقد فهمته من كلام مستر فيلر. ممكن اوصل لارقام قياسيه بس مش عايز احط اللعيبه تحت ضغوط ان انا لازم اتخطى رقم قياسي معين، لا خالص، هو هيجي لوحده الرقم ده هيجي لوحده، لكن انت الاهم ايه بالنسبه لك؟ انك تكسب مباراه تلو الاخرى وتحقق اهدافك الاهم والاسمى وهي حصد كل نقاط اي مباراه وان شاء الله الفوز بالبطولات، وده الناتج النهائي اللي دايما بنستناه مع نهايه كل موسم، وباذن الله هيحصل السنه دي، مش بطوله واحده، اكتر من بطوله باذن الله تعالى زي ما احنا متعودين من نادي الاهلي. عندي بعض الاخبار عن الفريق في الحقيقه لازم نطمن جمهورنا.